اهلا بيكم. اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده عن الفايف بولز من الايت بولز تو اتشيف يور جولز، اللي هي الكره البيضاء والحمراء والصفراء والزرقاء والخضراء. النهارده هنتكلم عن الكره السادسه اللي هي البراون بول. ايه فكره البراون بول؟ البراون بول دي اللي هي بلان بي او الخطه البديله. طب احنا ليه خلينا بلان بي بيصور كان هو البراون بول؟ لانه في الغالب اللون البني مش دايما بيكون ظاهر لناس كتير، ومش دايما ناس كتير بتاخد بالها ان اللون البني من الالوان الجميلة جدا ومميزة جدا اللي ممكن اي حد يستخدمه. طيب البلان بي دي عبارة عن ايه؟ البلان بي دي انت ممكن تنفذها في اي حاجة في حياتك، ان انت تحط خطوات بديلة او حلول بديلة لاي حاجة انت بتعمل. في ايه مثلا؟ في حاجتين. اول حاجة منهم في الشغل. في ناس كتير جدا في شغلها الرئيسي بتعمل شغل اضافي جنب الشغل بتاعها، وده من الحاجات اللي نقدر نسميها بلان بي. ممكن مش بس تشتغل جنب شغلك حاجة تاني، لكن انت ممكن تعد نفسك ان انت تشتغل بعد كده في حاجة اعلى او في حاجة احسن. دي برضو بتعتبر من ضمن الحاجات اللي نقدر نسميها بلان بي. نقدر ننفذ بلان بي في ايه تاني؟ نقدر ننفذه في التفكير. اي حد بيفكر او اي حد بياخد قرار يعمل حاجة مهمة في حياته، علشان تنجح لازم يحط لها بلان بي، ولازم يفكر انه في وسط المشاغل وفي الحاجات اللي هو بيعملها وبيكملها لازم يحط خطة بديلة او حل بديل ليه. طيب ايه هي فوائد بلان بي؟ فوائد بلان بي ليها فايدتين مهمين جدا. طبعا لو اتكلمنا على كل بوينت هتاخد وقت كبير، بس احنا اهم نقطتين هنستفيد بيهم في بلان بي. اول حاجة انه في وقت من الاوقات ممكن تحول بلان ايه او الخطة الرئيسية بتاعتك او شغلك الرئيسي ممكن يتحول لبلان بي وتصبح هي دي الحاجة الرئيسية اللي انت بتعملها. طب ايه فوائدها تاني؟ الفايدة التانية الرئيسية منها انك هتكون شخص منظم، هتكون شخص بتقدر تعمل كذا حاجة في كذا وقت، ودي هتعلمك ازاي ترتب وقتك وترتب امورك. طيب ايه المفروض اللي يحصل في بلان بي؟ خلي بالك في نقطتين كمان مهمين جدا في بلان بي. اول حاجة ان هي يكون ليها وقت اقل عن بلان ايه، يعني ما ينفعش بلان بي تاخد منك وقت اكتر من بلان ايه. دي النقطة الاولانية، ان يكون ليها وقت اقل. والنقطة التانية كمان مميزة جدا في بلان بي، ان انت بتحب حاجة ونفسك تعملها وبتحلم بيها من زمان وبقالك فترة طويلة مش قادر تعملها. خلي الحاجة الحلوة اللي انت نفسك تعملها او نفسك تتعلمها تكون هي دي البلان بي. طيب ايه الخصائص بقى بتاعت بلان بي، او ان احنا نقدر نمثل ازاي بلان بي؟ انا هقول لكم على مثالين حلوين جدا. القلب، الناس كلها عارفة القلب تقريبا بيشتغل ازاي، وهو المسؤول عن ضخ الدم في الجسم. لو حصل مشكلة في القلب وانسدت احد الشرايين اللي موجودة في القلب، القلب نفسه بيعمل بلان بي علشان يقدر يوصل الدم للقلب عن طريق شرايين تاني مختلفة. فبكده حتى القلب كمان اللي خلقهولنا ربنا هو عنده بلان بي. بعض الاشخاص وبعض الناس اللي بنشوفهم ونقول عليهم ناجحين جدا، بيكون من اهم اسباب نجاحاتهم ان هم ليهم بلان بي. مش بس كده، لا ده في احيان كتير بيبقى ليهم كمان بلان سي وبيبقى ليهم بلان بي. بس احنا ممكن نكتفي ان يكون لنا بلان بي. افتكر دايما ان البراون بول او الكرة البني بتقولك خلي عندك بلان بي في شغلك، عن طريق ان انت تكون مستعد ان انت تعمل حاجة اكبر وتنجح، او يكون ليك بلان بي في تفكيرك على ان انت توجد حلول بديلة لاي حاجة بتقف قدامك. شكرا ليكم، نتمنى ان انتوا تحققوا الكرة الستة اللي هي البراون بول. احنا كده نحب نقول لكم انتظرونا، فاضل 2 بولز بس قربنا نخلص الـ 8 بولز تو اتشيف يور جولز. تابعونا على هارت اند مايند لو انستيتيوت. شكرا.